لقانا مع سماحة المفتي اليوم تنتشاور بالأوضاع الراهنة اللي مارق فيها البلد وحدد التوتر اللي شايفينه بالشارع. طبعا نحن نعتبر أنه سماحته عم يعمل المستحيل لعملية التقارب بين المسلمين خاصة بالطائفة السنية، لأنه بالنتيجة المرحلة القادمة مرحلة صعبة رح تكون، وشايفين التشنج بالمنطقة ما بين السعودية وبين المملكة العربية السعودية وإيران اللي عم يترجم بالداخل اللبناني. نحن خطنا العربي واضح وصريح، بس بالنتيجة بنتمنى على سياسينا يلي عم يتعاطوا اليوم بالحكم يشوفوا شو مصلحة المواطن. الوضع الأمني اللي عم نشوفه عم يترجم بالساحة على الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي. كلياتنا بنعرف إنه الدخل بالمنطقة كلياتها عم ينزل، عملية سعر النفط عم نزول، مما عم يأثر على دخل المواطنين اللبنانيين. وهون بنتمنى على سياسيين يشوفوها ويفعلوا فعليا دور الحكومة، ما يضل الحكومة بالآخر مشلولة مثل ما نحن شايفين اليوم. كمان تمنينا إنه انتخابات البلدية تصير لحتى نعطي صورة للعالم إنه مش كل مؤسساتنا بالآخر مجندة. وآخر شيء أكدنا على سماحته إنه الشغل اللي عم يعملوا بتحسين وتطوير مؤسسة دار الفتوى والمؤسسات تبعها بعتت خطوة بالاتجاه الصح، ونتمنى له الخير وإن شاء الله نقدر بالآخر نمر بهالمرحلة الصعبة، لأنه بعتت كل الشعب اللبناني بيتمناها شيء. شكراً.